عم تشوف جماعات كبار، الاسبيرونس، السي ا بي، الاتحاد الليبي، كيف كيف. انا الفتره تعتبرها احسن فتره في مسيرتي الكرويه؟ والله بالنسبه لاحسن فتره كانت بياسور هذيك ديما مع الترجي في تونسي، خاطر تعرف ديما الانتصارات. وأمانة احسن فتره ليا كانت بصراحه انا نعتبرها العامين ونص اللي عملناهم في السي ا بي، على خاطر وقتها قعدنا يعني كلاسي برومي حتى الاخر، بون حتى الثلاث اخر جولات الاخرانيين. وتعرف الافكتيف موش معناه افكتيف صغيرة على الاخر كما تقع في الاسبيرونس ولا الكلوب ولا لكن جمعية محترمة كان فيها، لكن عندنا جمعية محترمة معناها محترمة برشا، وحتى الامكانيات ما كانتش امكانيات كبيرة يعني، فهمت؟ نقاو روحنا يعني كلاسي برومي ونربحوا في الناس الكل، ربحنا الاسبيرونس، ربحنا الاتوال، ربحنا السي اس اس، ربحنا عمير كانزاري، فريق جون دونك اللي جاي بنزرت ربحينه وخرجنا برا ربحينه، وعملنا عام يعني ما شاء الله طياره، ضيعنا اللقب في الاخر. والعام الثاني كيف كيف مع منظر الكبير، كملنا نفس الريتم وترشحنا في ليبول تاع كوب دو كاف، وعملنا دومي فينال مع سي اس اس، وخرجنا وقتها لعبنا ماتش رتور في المنزه وهزينا تيتر، وعملنا فينال كوب تونيزي مع سيد منظر الكبير، وهزيناه وقتها كونتر المرسى في ملعب شيل لزويتن. دونك وقت الاجواء طيبه وبصراحه فريق ممتاز وقل ضغط من الناحيه هذيك، انا قلت لك الاجواء كانت طايره برشا في السيابيه وقتها، ما حسب رايي انا هذيك من احسن فترات اللي عشتها في الكوره.